عصيبة أيام صعيبة عرفتها البلاد الأيام الفارطة بعد الأحداث الإرهابية يوم الخميس الفارط، وخاصة بعد الأزمة الصحية لرئيس الجمهورية الباشي قائد سبسي اللي والحمد لله يوم أمس غادر المستشفى العسكري بتونس، وتمنيتنا له بموفور الصحة والعافية، وإن شاء الله يرجع يمارس نشاطه كالعادة، لأنه البلاد اليوم مستحقته في هذا الظرف الصعيب اللي تمر به تونس، خاصة وإحنا نستعد لانتخابات مرتقبة. عبد الحميد الجلاسي، كيف تابعت حركة النهضة كل هذه المستجدات اللي شدت اهتمام وانتباه التونس؟ كل حيرة كبيرة لدى المواطنات والمواطنين في الوقت اللي انتم متهمين فيه بمحاولة الانقلاب على رئيس مجلس نواب الشعب وسحب البساط من رئيس الجمهورية. على كل، أنا نهار الخميس الماضي زدت تأكدت اللي في تونس وقع الثورة، وزدت تأكدت اللي تونس عقلانيين جدا، وزدت تأكدت اللي تونس يدركون أنه رغم كل الصعوبات ثم حاجة ومنشزة تحقق وما يسمعوا لحتى حد باش يتلعب به. وأيضا تأكدت هي وقتش أنت تختبر قدرة الشعوب على إدارة الأحوال انتهى وقت الأزمات. يوم الخميس الماضي كان جتنا أزمة مركبة في نفس الوقت، الأزمة متاع الإرهاب اللي هي معروفة، ولكن أيضا ثم أزمة ثانية اللي هي طرحت كثير من الإشكالات الدستورية القانونية والسياسية والأخلاقية. منا تقريبا أنا نقول نهارتها سلكناه، قلنا نهارتها سلكنا، نهارتها ظهرت بالفعل اللي التراكم متاع الخبرة متاع التوانسة في إدارة الأزمات اللي هي قديمة ولكن منذ الثورة منها إلى الآن كل مرة نزيد ثم خبرة جديدة ينضاف منها في الرصيد متاعنا كتونسيين في إدارة منها مجمل الأزمات. الأزمة متاع الإرهاب نتذكره نحن عام 13 كان من شأنها باش تسقط حكومة أو مطالبة بإقالة وزير الداخلية أو بمسؤولين في جهاز الأمن، فما بالك بأنه كل الأخبار اللي موجودة من هنا وهناك حول الصحة مانا متاع رئيس الجمهورية. نهارتها جنقلنا نحن كتونس، جنقلنا بحيث مانا زوز أزمات مانا حطيناها في الإطار متاعها. أنا ننطلق من حاجة فهمي الخاص أنه البيان مانا متاع مصالح الإعلام في رئاسة الجمهورية، أنا نقول كتونسي كيفاش فهمته، أنا فهمته الحديث على الواقع الصحية الحادة هو تمهيد لإعلام الرأي العام بخبر سيء، نوع من الاتريساج، نوع من التمهيد البيداغوجي من الشيء هذا. هل أنه هذا دخل في مؤامرة، دخل في خفة؟ في تقديري لا، لأنه أنا شخصيا كما كثير ما تونس كنت نتابع مليح منها في الوضعية هذه، واللي ظهر لأنه حتى التشخيص الطبي الدقيق في اللحظات هذيك يعني نهار الخميس من 10:30 ل 11 حتى تقريبا الثلاثة الأربعة من متاع العشية ثم تقديرات طبية تقنية بكفاءات تونسية كانت أنه السيد الرئيس الحياة متاعه كانت منا في خطر. بالتالي أنا نقول لهذا كي في تقديري أنا هو اجتهاد خاطئ سامنا صحيح، هذا كموضوع منا ثاني، لكن في تقديري هذا الموضوع الأول. يعني مررنا بوقت اللي منا السيد رئيس الجمهورية ربما كان منها يتعافى، ولكن ربما أيضا ربما كان منها تنتهي الحياة متاعه، ربي يطول في عمره الآن وربي يمد منها في الأنفاس متاعه. دونك منها هذه حقيقة، وحتى كما قلنا من في الأوساط الطبية القريبة وتوجي وقت من الأوقات اللي ربما تكشف الأكل الوقت هذا متاع الساعتين العصيبة من في تاريخ تونس. لكن اللي ما مش فاهمينه التوانسة برشا، واللي هو هذا اللي خلى برشا حديث على مؤامرات يوسف الشاهد يحب يتآمر باش يدخل في صيغة معينة متاع ملأ الفراغ، سي محمد الناصر تحب تفك رئاسة البرلمان وطلع الفتح مورو، سي محمد الناصر منا أيضا الشيء هذا، حركة النهضة منا أيضا الشيء هذا. خليني أنا نحب نزيد التوانسة، نحب نعطيهم بعض المعطيات اللي تخليهم يفخروا. منذ الثورة إلى الآن الناس تشوف في ديزاكتور فاعلين اللي هم موجودين منها في الوجه متاع الساحة، ويسمعوا برشا ديزاكتور تقول انت لوبيات متاع ضغط ومؤامرات وكذا من خلف. لكن أيضا على الأقل أنا مواكب الموضوع من سنة 12 لحد الآن، هناك تونس خيرين وحارسين عن مسار الثوري وعن مسار الديمقراطي في الأوضاع الصعبة كما في الحوار الوطني سنة 13 واللي التاريخ متاعه لازم يتكتب.
من الحوار الوطني مش الفاعلين فقط هم الناس اللي موجودين السياسيين ولا حتى رباعي راعي الحوار، ثم كثير من المهندسين اللي كانوا يهندسوا كيفاش تقريب وجهات النظر من أجل أن المسار الانتقالي في تونس يتقدم. في اللحظة هذه نهار الخميس اللي فات كثير من الغرف، كثير من الشخصيات الوطنية التي تكاتفت على موضوع أساسي لابد، هذه اللي بعد ما نسميها السياسة الوطنية اللي مش ظاهرة في الساحة، اللي ماهيش ظاهرة في الساحة لكن مؤثرة، اللي تخدم في الخفاء واللي لحد الآن هي ما تحبش حتى تذكر في الساحة، واللي هذا التاريخ الحقيقي لتونس سيكتب يوما ما، وكما باش يتحدث من على الفاعلين اللي ظاهرين سيتحدث أيضا على الفاعلين الخيرين والوطنيين الطيبين اللي قاعدين يخدموا. شنية كانت الفكرة الفلسفة المناعة الرئيسية؟ الفلسفة الرئيسية تقول أنت ثم زوج شخصيات في المؤسسات متاع البلاد، رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، وفقا للسياق متاع شغور جزئي غير ما هذا إذا كان في الحالة الخائبة، في الحالة من متاع الوفاة. دونك هذان لازم يكونوا موجودين في الساحة ويساهموا في البناء متاع الهندسة السياسية لإدارة هذه الأزمة. ثم حركة النهضة باعتبارها الحركة الآن السياسيين اللي هي في البرلمان عندها أكثر كتلة منضبطة، ثم الاتحاد الشغل اللي هو المنظمة النقابية كبيرة برشا وعرسة من عرس البلاد، هذانا ثم اثنين مع اثنين مع واحد اللي هو السيد وزير الدفاع اللي هو نظرا الأمن مانا جزء من الأمن تاع البلاد، وخاصة أنه المستشفى العسكري مانا تحت مانا الإشراف تاع الشيء. شنو الدور اللي لعبه عبد الكريم الزبيدي في الأزمة هذه؟ خلينا مش قولك هذونا، دونك هذونا الأربعة زايد واحد مع شخصية وطنية مانا أخرى كان الدور متاعها خلينا نتفق على إسكيس في إدارة هذه الأزمة. الإسكيس كانت بسيطة، نتوافق في البلاد هذه متاعنا عنا دستور، لا أحد يخرج على الدستور هالرباعي هذا مع الشخصية الخامسة مع آخرين أيضا من الأحزاب، اللي واضح للناس كل اتفقت اللي بالنسبة للبلاد نتاعنا عملنا دستور وسننضبط له. أي صورة من الصور اللي مش تجينا في الساعات القادمة، وأنا نتحدث أنا كاين نهار الخميس حطني نصف النهار ولا ماضي ساعة، أي صورة من الصور الحل متاعها موجود في مؤسسة الدولة، المؤسسة المدنية للدولة عبر السياق التي يتحدث عنها دستور البلاد. وبالتالي اليوم لازم الفاعلين الأساسيين لازم يخرجوا ويطمنوا توانسة بناء على هذا. وبالتالي السيد رئيس الحكومة لما مشى الشارع من أبو رقيبة وخرج من غادك، الخرجة متاع غادك كانت رسالة سياسية واضحة، لما تحدث عمل لك التدوينة متاع منا في الفيسبوك كانت ضمن منها رؤية، أيضا التصريحات متاع الشيخ خرج الغنوش، أيضا التصريح الوطني الكبير ياسر متاع سينور الدين الطبوبي، الكل كان موجود ضمن هذا السياق. بل نقول أيضا أنه حتى الإعلام الوطني التونسي بخلاف بعض الاستثناءات في الإجمال متاعه كانت الرسالة متاعه نهار الخميس 27 في الليل كانت الرسالة متاعه والضيوف اللي استدعاهم والكونترا اللي تقول لي وحصل ما بين الحاضرين وما بين من الجمهور أن نحن اليوم باش نقول لتونسة عن صعوبات، ثم أوضاع فيها قدر من الغموض لكن عن وضوح، الوضوح هو ثم الدستور هو الحامي بالنسبة من أهل الجميع. ومن يحرك الأصوات وفلت السياح بالتالي باش نقول خليني باش نحكي لك، أنا نحب نقول أن نهارتها فخرت اللي أنا تونسي في أن نجمنا نجنجلو انطلاقا من الدستور وانطلاقا من التشاور بين الشخصيات الوطنية الكبيرة في أنه ثم وضعية متاع أزمة نعترفوا اللي هي راي أزمة، نعترفوا ثم صعوبات، نعترفوا اللي ربما تكون مازالت مفتوحة، لكن نتفقوا على كادر وعلى إطار اللي هو باش يخدم. أنا كسؤال متاع سيبو البابا وهو سؤال معنا جوهري، ورئيس حركة النهضة وجه أصابع الاتهام لبعض الأطراف الخارجية، قال تشوش على البلاد وتحاول تبعثر الأوراق وتحاول تضرب المسار الديمقراطي. نحن طولنا عايشين منا في منطقة وتونس 164 في كيلومتر مربع، منا عارفين فان محيط منا تعيش فيه ونعرفوا أصدقائنا ونعرفوا اللي مش أصدقائنا، نعرفوا اللي ثم البعض في داخل البلاد عنده مشكلة مع يوسف الشاهد،
يحب يصفيها في الوضع هذي. ثم اللي عنده مشكل مع محمد الناصر يحب يصفيها في الوضع هذي. ثم اللي عنده مشكلة كبيرة ومزمنة وتاريخية مع حركة النهضة يلوج لها على فرص وحتى يتلك شيء لو يجبدها لما الحيط باش بمن يجب شيء. دونك نحن توانسر 11 مليون نعرفه بعضنا تقريبا بالواحد بالواحد. دونك منا كل واحد كيفاش يفكر وكيفاش يخدم كلنا نعرفه. وأيضا في السياق الإقليمي نعرفه اللي ثم واحد يرتكز على حاجة حالة من الغموض باش منا يوجد تونس هي دخلت منا في أزمة وكالسيناريوات والمؤامرات والانقلابات والدنيا الكل كي تونس تونس ليست أي بلد آخر. مناش السومال مناش جمهورية متاع موز. نحن مهما قيل فينا عنا مؤسسات, مؤسستنا العسكرية مؤسسة مدنية وطنية قبل كانت قامت بالدور هذا وبعد الثورة زي تأكد من الدور متاع هذا الوطني. أيضا النخب متاعنا اللي باش يفاجأك نهارتها التليفونات اللي حثت ما بين الأعداء الإيديولوجيين ما تصوروهاش ما بين الناس اللي في العادة كل نهار يتعاركوا على البلاتوات نهارتها فهموا جميعا اللي اليوم راهو ما ثمش هذه عركات صغيرة. اليوم الكادر العام لازم انه الدولة والدستور فوق الأحزاب الكل, الدولة والدستور فوق الناس كل كي خلي الإيديولوجيات وخلي الانتخابات وخلي الحسابات ما نغادي كي. ونحن اليوم نحمو دولتنا ونحمو المسار متاعنا ونعترفوا جميعا بالدستور متاعنا وغدوة ونلقوا شنية المساحة اللي نتعاركوا فيها. دونك ميزنا فك النهار هذا كي بين المشترك الوطني المصلحة الوطنية العليا اللي الأمن القومي اللي فوق كل المعارك والمساحات متاع المنافسات. دونك قلت رغم هذا واللي تبع النهارة الأداء متاع الإعلام من إذاعات ومن تلفز تو يلقى ثم الاتجاه العام التيار الرئيسي متاع التونسيين هذا نهار الخميس ويلقى نهار الخميس ويلقى ثم بعض أصوات التي تريد الاستثمار في الأزمات وتحب تدور روحها منها في صورة إنقاذ وغيرها. هذه كتو يلقى نار عبد الحميد الجلاسي. واليوم برشا أطراف وجهت لكم أصابع الاتهام واعتبرت أنه حركة النهضة حاولت توظيف هذه الأزمة ربما لتنصيب عبد الفتاح مورو على رأس مجلس نواب الشعب وربما تمهيدا لخلافة الباجي قايد سبسي في حال ما حصل مكروه لا قدر الله. تجيب ليش واحد منهم هذا نحب نضحك عليه شوي أخسر ساعات والله إن حويج تفلق بالضحك. نحن حركة النهضة في الحديث على الانتخابات الرئاسية متاع 5 سنوات قادمة في وضع طبيعي توا في حركة النهضة مازلنا في 50-50 50% يعني نرشحوا من داخلنا ولا ندعموا واحد مرشح رئاسي توافق. نحن في الوضع هذا نتاع 5 سنوات ثم واحد بعقل في وضع متاع أزمة في البلاد متاع أزمة يفكر منا في شيء كما هكا. نحن 5 سنوات نفكر فيها ما نمشولها ولا ما نمشولهاش لين بعد شهرين ولا ثلاثة معبية بالصعوبات معبية بكذا باش نفكر في الشيء ذي. سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس قطع عليكم الطريق هذا ما قيل في الكواليس عبد الحميد الجلاسي. لا هذا ما قاله سفيان طوبال. أما اللي باش نقوله لك الجهد اللي قامت به حركة النهضة في شخص رئيسها وفي شخص قياداتها وفي علاقة بسي محمد الناصر ذاته والاتصالات اللي تمت بيها من نائب رئيس مجلس النواب سي عبد الفتاح مورو ومن غيره ايضا هذا كمان الاساسي تو نهار من نهارات ما نبيش تكتب. لكن نحب انا واحد عاقل يفهمني كيفاش حركة النهضة في اصل موضوع متاع الرئاسيات قاعدة تناقش ترشح ولا ما ترشحش باش تجي في الوقت هذا. ليس فرصة الوقت هذا راه الوقت هذا لازم نلقوا الصيغة الدستورية الأساسية اللي باش ما نتمشينا البلاد. ونحن تو حركة النهضة أيضا قمنا حتى باتصالات بالعائلة متاع السيد الرئيس لأنه الوفاة ولأنه الحياة ولأنه المرض هي قضية وجودية وإنسانية وأخلاقية قبل ما تكون موضوع متاع تنجيز قبل ما تكون موضوع متاع تنجيز سياسي ولا توظيف سياسي. الرجل مازال حي نحن نتعامل معه منا كأنه حي وربي طول منا في عمره. الأخرى بعد بس تفسر كل ما قيل حول سفيان طوبال والأدوار اللي لعبها في الكواليس
والله انا ما نحبش نحث عليه لسفيان توبال ولا غيره، وانا نحب نعطيك الفيرسيون اللي موجوده ونحب توانس وقت اللي يسمع شوفها مقنع ولا ما يش مقنع، ونحب نشوف ونقول اللي بعض خيان اللي هم قاعدين يستثمروا في الاشاعات يكفيني اللي يردوا بيع عليه من العائله نتاعو. انا برشا ناس ما نردت عليه من العائله نتاعو، انا لسنا في وضعيه ما نتاع اتهام بالنسبه لنا احنا، واضح بالنسبه لبلادنا الدستور المسار الانتخابي وبعدكش وقت اللي تمشي الانتخابات تو تاخذ رزقك اللي جابه لك ربي سبحانه وتعالى تو تاخذه، والبقيه زي تخدم على روحك تو تجيب اكثر وكذا. بولبابا سالم، رغم نجاحنا في تجاوز الازمه، اليوم الحمد لله رئيس الجمهوريه غادر المستشفى وان شاء الله يتعافى وان شاء الله يرجع للقيام بمهامه بشكل طبيعي، مهامه الدستوريه رغم اعلاء المصلحه الوطنيه كما قال عبد الحميد الجلاسي، لكن فما ثغره كبيره اكتشفناها من خلال هذه الأزمة اللي هي قضية المحكمة الدستورية، واللي هي إخفاق يحسب للائتلاف الحاكم اليوم تقريبا مندى وعهدة نيابية قريب توفى، ومحكمة دستورية تجاوزنا الأجال الدستورية لأحداثها، وإلى حد اليوم الجدل متواصل سياسيا وحتى صلب مجلس نواب الشعب. صحيح يتوه هنا ديما نمشو من عطل إنجاز المحكمة الدستورية، وهنا الدولة حتى معناها الناس كل يلزم نسموا الاشياء باسمها. طبعا بكري نقرا منذ قليل ان وقع يمكن فما شبه توافق على الترشيح السيد العياش الهمامي لعضويه المحكمه الدستوريه، وكان فما خلاف او صراع تقريبا اغلب الكتل المسانده للعياش الهمامي من قبل مش من تو، فما كتله واحده عندها الاعتراض اللي هي كتله الحره تابعه مشروع تونس بتاع محسن مرسوق لاسباب يعلمها كل من يتابع السياسه في تونس. بالتالي معناها احنا لازمنا توا لما نقولوا اه والله فما تعطي تو خطر ساعاتك التلبيس على الناس، هاو المجلس ما اتفقش، يا ودي مش ما اتفقش، اتفق كيف اتفاق نتاع 80% نحملوه فقط للناس كل، وفما راهو جزء طرف من المجلس هذا يرفض السيد هذا. والعياش الهمامي انسان مناضل كبير معناها من اليسار الاجتماعي اللي يحظى بثقه وتقدير معناها الفاعلين السياسيين في تونس، وكان البيرو نتاعه هو اللي احتضن اضراب 18 اكتوبر الشهير. معناها بعد الثوره ربما عايش ما معش يخرج برشا وطلعوا ابطال جدد ولو يمنعوا حتى في الانقلابات، معناها اللي ربما في الوقت هذاك ما كان يسمع بهم حد. اذا هنا صحيح المحكمه ان شاء الله تصير المحكمه الدستوريه، وان شاء الله يقع غدوه على تقريب قالوا نهار الخميس فما جلسه للتصويت عليها، وان شاء الله تتم، خاطر قبل كان فما حتى امضاءات في مكتب المجلس الناس كل امضات على الاختيار الاعضاء وبعد صار تراجع. على كل حال المره هذه قالوا ان شاء الله الناس تكون في مستوى المسؤوليه بعد اللي صار الاسبوع اللي فات. نرجع لهنا لب المشكل، انا صحيح تو اللي صار نهار الخميس هز تونس الكل والناس كل شعرت بنوع من الضيق والحيره بعد الاحداث الارهابيه، يجي معناها التوعك الصحي نتاع السيد رئيس الجمهوريه وشفنا الحيره، وشفنا الحيره هذيك كيفاش عادت البارح الى نوع من الانشراح، شفنا الراي العام التونسي البارح دور صفات التواصل الاجتماعي الصوره بتاع رئيس الدوله هو خارج من المستشفى، رئيس عربي يعالج في بلده معناها في مستشفى بلده برعايه طبيه وطنيه معناها من كوادر طبيه تونسيه، معناها مشهد ما تلقاش في الدول العربيه، وهذيك تونس الثوره تونس الجديده، مشهد بالحق معناها يشعرك تفخر بتونس الجديده. المشهد هذاك فما برشا ناس ما يحبوش، فما ناس راهي تو ما زاد تحني للديكتاتوريه والبوط العسكري، فما ناس احنا في تونس حتى كي النجاح الامني اللي صار تو انت نجاح امني من مفروض احباط عمليات ارهابيه في قلب العاصمه واللي كانت عمليه فاشله بكل المقاييس، عمليه ارهابيه فاشله وجبانه لانها لن تحقق اي شيء. مش نغلطوا الراي العام لما نقولوا عمليه فاشله، اليوم عندنا امني توفى 6 أشهر الله يرحمه مهدي جمالي في جنه الخلد معناها، وهذه هي احنا في حرب ضد الارهاب. تونس في حرب ضد الارهاب والارهاب يضرب في كل مكان يا اخي، تونس ليست معناها مؤمنه اكثر من فرنسا ولا اكثر من الولايات المتحده الامريكيه ولا اكثر من روسيا. ولكن النجاحات لكن الحقيقيه كيفاش وصلوا الارهابيين الغادي؟ شوف كيفاش تتكرر العمليه واحنا شهدنا حادثه مماثله. صحيح ما عندهاش برشا. صحيح احنا تو هذه مش مسؤوليه وزاره الداخليه، مش مسؤوليه رئيس الحكومه، مش مسؤوليه الاطراف اللي تشرف على الجهاز الامني. صحيح ليه تو شوف الارهاب راه احنا لما نرجعوا قضيه الارهاب في تونس معناها ما نجموش نفكوها عن محيطها، تونس راهي ماهيش تعيش في جزيره معناها مغلقه، تونس تعيش في محيط مضطرب. والمحيط هذايا
ربما اخلاق صحيح، ولكن تونس حققت نجاحات كبرى. راه هذه معناها بتصريحات رجاله الدوله التونسيه وزير الداخليه ورئيس الحكومه تحدث عن احباط عمليات كبرى خلال شهر رمضان واللي قبله، ومش كل شيء يعلن، وفما تمت ايقافات عديده وتمت عمليات استباقيه كبيره برشا لمنع مثل هذه الوقت، لكن تنجم تقع، تنجم تقع انفلاتات. وفي هذا في الجانب هذايا لما يصير نجاح من نوع هذايا، وهل انا ذكرتني باللي صار في ملحمه بن قردان، توا تونس تقريبا اول دوله تنتصر على الارهاب، راهي معناها اول دوله تحقق انتصار كاسح منعرش على معناها الانتصار الكبير هكا بتاع 2015 ضد معناها داعش في بن قردان، معناها قتل بالعشرات من الدواعش واعتقال تقريبا عشرات اخرين، ماهيش عمليه سهله، ما حققتوش دول كبرى في المناطق هذيك وقتها، واستطاعت القوات الامنيه التونسيه بتلاحم الشعب التونسي ان تحقق هذيا. في الوقت هذاك رغم كل هذا طلعت اصوات تحاول التلبيس وتحاول هنا الانزياح بك الانتصار هذاك نحو معارك وهميه ايديولوجيه، كيف صار المره هذه نهار الخميس، معناها التكاتف الشعبي والوحده الوطنيه ضد الارهاب اللي الناس تكاتف في الفترات الصعبه، راي الشعوب القويه تتكاتف في الملاحم في الاوقات الصعبه وتنسى خلافاتها. فما ناس عندهم مرض الايديولوجي، فما ناس يخدمون اجند، راي فما ناس شوف لا تعيش الا من الفوضى، ولا تهمهم لا مصلحه بلاد ولا مصلحه وطن ولا مصلحه ام شعب، همهم مصالح خاصه مصالح فرديه ذاتيه، وربما يخدموا اجندات هدامه الله اعلم كان محليه ولا اقليميه. هؤلاء هم الذين يثيرون الفوضى ويثيرون الاضطراب، واضح، وخاصه لما يجدوا معناها ابواق اعلاميه هم اشبه بكلاب الحراسه، معناها اللي يبثوا فيها معناها مثل هذه السموم والاشاعات تقريبا، معناها هل يعقل بالله تو حتى اللي كانت صدق مثلا حكايه الانقلاب تو مثلا اللي صدقنا الخميس تو اخي من السهل مثلا عبد الفتاح مورو مثلا، هل من السهل باش يشد رئيس برلمان؟ اخي حاجه سهله هي باش يشد رئيس برلمان، ويلزم تصير جلسه ويلزم تصير انتخابه بالاغلبيه المطلقه، يا اخي بالك شتي كنت الكل معاه وما ندرك الكل معاه، وشكون باش يرضى بها الجلسه هذيك، ومن قال كانوا باش تصير اصلا؟ فما ناس للأسف الشديد تتمعش من الفوضى، فما ناس شوف تزعجها الديمقراطية، رأي الديمقراطية رغم اللي هي تقبلهم، لكن الشعب التونسي تقريبا تحصن وأصبح يميز الغيث من السبيل. ولكن هذا لا يمنع أنه الحياة مش وردية في تونس، فما إشكاليات قائمة، وأكبر ثغرة تبينت من خلال هذه الأزمة هي قضية المحكمة الدستورية. 5 سنين عبد الحميد جلاسي وانتوما حزب في السلطة، حزب داخل الائتلاف الحاكم، وما نجحتوش في إحداث هذه المؤسسة اللي هي أساس وأهم مؤسسة في النظام الديمقراطي اللي احنا بصدد التأسيس ليه. على الأقل اليوم هل مش يتم التعجيل بالتوافق لحسم هذا الملف؟ وإلى متى مش يتواصل هذا الوضع الضبابي في علاقة بمؤسسة بقيمة ورمزية وأهمية المحكمة الدستورية؟ شوف سي محمد، احنا الحصاد نتاع 5 سنوات يحتاج، ونحن ماشيين له ديجا انتخابات. هي شنية الانتخابات؟ ثم ناس مش يمشوا للأستاذ اللي هو الشعب التونسي باش يقولوا له هاو الامتحان نتاعنا، نحن عام 14 اش قلنا للشعب نتاعنا؟ قلنا له مش نواصل المسار الديمقراطي، مش نكملوا الهيئات الدستورية، مش نلتزموا بقواعد الحكم الرشيدة، ومش نحركوا الدولاب الاقتصاد، ومش نعملوا عدالة اجتماعية. تقريبا هذه الخمسة، نحن بعد 5 سنوات الآن لازم نقولوا إيش عملنا في كل محور من المحاور، باش نجلوا نشوفوا اشترى الكاس المليان واشترى الكاس الفارغ أيضا، ونتحملوا فيه مسؤولياتنا كطبقة سياسية وكأحزاب، وأيضا حتى في داخلنا لازم نحملوا الحزب هذا والحزب هذا كل واحد نصيبه من المسؤولية، إما عبر المناظرات ولا عبر الإعلام ولا عبر من التصويت الشعبي، اللي في الاخر الناس مش يجي في حملات انتخابيه، الناس مش يقولهم انت جاني تو باش نجدد لك اش عملت. لا شك انه في الجانب هذا انه عدم ارساء الهيئات الدستوريه هي احدى الثغرات الكبرى في المسار نتاعنا في 5 سنوات الماضيه. لا شك انه عدم ارساء المحكمه الدستوريه خطا كبير ياسر، شكون يتحمل مسؤوليته؟ نرجع هنا للنقاشات في داخل المجلس، نرجع للتوافقات اللي تمت منها في داخل المجلس، لكن خلينا ننظروا لبشكل عام. مؤرخ عادل طيفي اليوم في فيديو ليه على صفحته في الفيسبوك يقول اعداء الدوله المدنيه هما اللي عطلوا المحكمه
دستوريه وعدم احداثها وارسائها. انا نتصور عاد التيفي سامحني وادلج برشا اكثر من ان يكون اكاديمي، سامحني شويه من انا كصفات الاكاديميه نتجنبها. نرجع بالتفاصيل، نرجع بالاسماء. العياش الهمامي لم يكن يوما ما في التيار الاسلامي او المحافظ. العياش الهمامي هو اكثر يساريين من يسار اللي يتحدث، لكن العياش الهمامي يسار اجتماعي ديمقراطي صعب مع الناس كل كي اللي على العياش الهمامي. الناس اللي رفضاته اللي مفروض تكون من العائلة متاعه هو ولا غيره. النهضة كل الأسماء التي تقدمت لم تسأل على المرجعيات متاعها، سألت مش صحيح عبد الحميد جلالت حفظتوا على برشا أسماء ونجم نعطيك أمثلة. لا ونين نعطيك أمثلة؟ لم نتحفظ على المرجعيات متاعها، أتحفظ عليهم ديمقراطيين ولا شكري مبخوت مثال تحفظتوا عليه اللي تحفظ اللي هو من خيرة كفاءات البلاد اليوم. خيرة كفاءات البلاد في بلاد برشا كفاءات وشكري صاحبي. السؤال اللي ما تروح هو وقت اللي تلقى ثم أسماء ينظر هذا في الناس اللي موجودين كيفه ثم شكون يساويه ولا لا؟ واثنين هل أنه بالفعل ديمقراطي ولا لا؟ الديمقراطي مش كل واحد يقول أنا ديمقراطي راهو بالفعل ديمقراطي. والمشكلة الوقت مشي على شكري مبخوت، ثم أسماء أخرى وكانت نجم تتعدى من عبر رئاسة الجمهورية وكانت نجم تتعدى على سنة بن عاشور مثلا غير ديمقراطية. سنة بن عاشور غير ديمقراطية، مش تبالغ لما تعتبرها غير ديمقراطية؟ أنا أقول مش موقف ايديولوجي منها؟ لا موقف تاريخي، لأنه عندها موقف من الإسلام السياسي ومن تعاطي الإسلاميين وحركة النهضة مع القضايا النسوية. لا ما عندهاش موقف منها، مش مشكلتي معها عندها موقف من الإسلام السياسي، عندها موقف من الحريات. هي كانت في وقت من الأوقات الوجه الآخر لتنمية الاستبداد. هي كان بن علي ثم استبداد قاعد يمارس فيه بالقوة متاع العنف والبوليس، وهي كانت تمارس فيه بالقوة منها التعصب متاع الأفكار متاع حداثة مشوهة. شو اللي أكد هذا؟ على كل نرجع للتاريخ، هي قد تكون اتهامات مجانبة للصواب. يمكن نرجع للبيانات اللي صدرت ونرجع للمواقف من هذه القضية ومن غيرها من القضايا. بالتالي من حقها أمن نتحدث عليها جيتنا، من حقها نتقري في الجامعة، من حقها تعبر على الآراء متاعها، تعمل جمعية، تعمل 15 حزب، تعمل كذا. أنا نقول لك اللي المحكمة الدستورية على أصل فيه أول شيء أول مواصفة في الشخص اللي مش كون غادي متسامح ولا ديمقراطي ولا يعتمد على الدستور ولا لا، وإلا هو مأدلج ومتطرف الإيديولوجيا متاع إسلامي قومي ماركسي ليبرالي وضعاني الكل كذا. كنا كيف منع خطر منع الموضوع هذا. نرجع للموضوع، وفي تقديري أنا ثم بعض أصدقاء يعني ساعات شدوا في أسمائهم وكان عندهم 20,000 خيار من أي نجمة تروح، وحتى مدام سناء كان بطبيعة الحال تنجم تجي في القائمة نتاع رئاسة الجمهورية وتنجم تكون راي موجودة معنا غادي. بالتالي ساعات ثم معارك عند البعد نتاع الرمزي، لكن رغم هذا ورغم هذا حتى عدم إرساء المحكمة الدستورية اللي باش نسجل اللي هي راي ثغرة في المسيرة نتاعنا في الخمس سنوات خرق للدستور. عبد الحميد جلاسي مش ثغرة، مش مجرد باي ثغرة، تجاوزتوا الأجال الدستورية وانتم الأولى والأحرى وأنه تحترموا الدستور. دكور خليني باش نمشي هنا الفكرة الجوهرية، وهي خرق للدستور اللي من كنت تقول فيه الكل كي ما كانش نجم يعجزنا باش نلقوا حل منا الأزمة هذه. ما ناش مش نجو نحن نبكو تو نقولوا ما دام ما عملناش محكمة دستورية وتوجدنا أمام وضعية فيها صحة السيد رئيس الجمهورية وفيها صور مختلفة ما نش نلقوا حلول. طالما ثم السياسة والعقل التوافقي والإبداع التونسي في إيجاد منع حلول نسجلوا الخرق متاع الدستور والتقصير اللي عملناه ونحاولوا منا باش ندركوه ونقولوا ورغم ذلك هذه الوضعية لا تعجزنا عقولنا استنادا للدستور واستنادا للبرلمان واستنادا لتجربتنا في إدارة الأزمات باش نلقوا حلول في الشيء هذا. ثم إمكانية التوافق وحسم هذا الملف في هذا الأسبوع عبد الحميد جلاسي وانت قيادي في حزب حركة النهضة؟ ثم بدات او كما نعم منذ حين ثم توافق من على الاسم انا نتاع سي العياشي وان شاء الله نهار الخميس يتم التصويت عليه ثم التصويت عليه ان شاء الله ما يتمش النكوص على الاتفاقات. خليني مش نقول لانه استانسنا بعض اصدقاء ديريكت يمشي هو فما كنت واحده معترضه توا سي عبد. خليني مش نقول لانه نحن استانسنا على برشا اصدقاء يمشي من يمضي على اتفاق ويخرج لبرا ويتخلى عليه ويطيش الكره عند حركه النهضه عند جمهور اللي هو جزء منه ساعات عنده شويه قدره على التقبل نتاع الشيء. في انتظار انا في بالي انا اليوم قاعد نشوف
الكتله نتاع تحيه تونس، قاعد نشوف كان ثم اجتماع تو كيف المكتب معناها نتاع المجلس، في بالي اليوم الناس كل كان انتبهت يزي ما عادش معناها يسعنا، في بالي معناها اليوم نجموا على الازمه هذه نجموا نربحوا منها زوز اشياء، اضافه لخبرتنا في اداره الازمات وارساء المحكمه الدستوريه، في بالي هذا لازم كسب النجم نوصلوا له. وان شاء الله ما نقعدوش ديما انتوما على الاقل كسياسيين وفاعلين في المشهد السياسي والبرلماني، ينطبق عليكم المثل القال بعد ما تخذش. انا ارجو لانه لحظه كل شيء كتير ازمه باش تتحرك باش تسرعوا في سن قانون في اتخاذ قرار سياسي توافقي مع عبد الحميد جلاص. سي محمد انا ارجو بالنسبه للاعلام ايضا انه زاد يخرج شويه في انه يعاملنا كسياسيين بالعقليه نتاع العصبان انتم كسياسيين، لا لا انا بودي 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 تكون عندكم الجرأة يوم انه حركه النهضه او نداء تونس او تحيه تونس او الجبهه الشعبيه او الاعلام او المجتمع المدني هو اللي ثم قضيه من قضايا متسبب فيها وعنده مسؤوليته فيها اكثر من غيره، تقول ولا ثم احزاب وجهات تعاملت بعقلانيه وثم ناس اخرين في النقطه هذه بالتحديد تتحمل مسؤوليه اكثر من غيرها. اكيد اللي حركه النهضه ما ربما ما نجوش الولا لكن سرتان مو ماناش الاخراني. عبد الحميد الجلاصي في انتظار التوافق وحسم ملف المحكمه الدستوريه ضبابيه كبيره تكتنف الموعد الانتخابي في ظل عدم امضاء رئيس الجمهوريه على دعوه الناخبين للاقتراع، هل ستجرى الانتخابات في موعدها ام لا؟ ما نجمش نجاوبك، ما نجمش نجاوبك باعتبار اللي هي مربوطه بحاجه واحده. امس السيد رئيس الجمهوريه خرج من المستشفى، من زمان عنده معناها ثم ثلاث قضايا معناها تنتظروا في وضعيه صحيه، قاعد معناها يتعافى، ثم التمديد نتاع حاله الطوارئ، وثم الامضاء نتاع الدعوه للناخبين، وثم القانون الانتخابي، هذه معناها ثم ثلاث حوايج. السيناريو الممتاز هو ان نخلطوا قبل معناها النهار 4 اللي هو بعد غدوه نمضوا نمدوا في حال الطوارئ، انه قبل نهار 6 ولا نهار 7 يتم دعوه الناخبين، انه معناها موضوع نتاع الامضاء نتاع القانون الانتخابي لو ما يتمش هذا ممكن تتاخر شويه الانتخابات. عبد الحميد الجلاصي حابه تقول لك لي هذه الصوره النموذجيه وان شاء الله وان شاء الله نوصلوا لها، لكن حتى اذا كان ما وصلناش معناها للشيء هذا انا في تقديري توخير الانتخابات شهر ولا شهرين مساله عاديه تراوها اذا كانت تصير؟ لا نحن ما نتحدثوش على العاديه، نحن في الاطار الموجود معنا حاليا بوقت اللي نلقوا لي ثم حوايج ما امكنش، وان شاء الله كما قلنا السيد رئيس الجمهوريه يستعيد العافيه نتاعو، اذا كان ما امكنش بطبيعه الحال مش لازم نقربوا للوضع الطبيعي اكثر ما يمكن. واضح. عبد الحميد الجلاصي القيادي في النهضة، ما نجمش نفوت الفرصة دون الحديث على النهضة والانتخابات القادمة. محمد غراد العضو الحركة المستقيل واللي كان ينشط في مكتب علاقاتها الخارجية في تدوين ليه يقول يظهر لي البعض ما فهمش موقفي البارح مرة أخرى وطالب المكتب التنفيذي بعدم إدخال أي تنقيحات على القائمات الانتخابية وبقائها كما هي والتوجه إلى الانتخابات باحترام نتائج الصندوق 100% كما هي وتسليم ملف الانتخابات لمنظومة الترويكا التي يقودها جلاصي في إشارة ليك عبد الحميد جلاصي والتي صعدت الأغلبية الساحقة الأكبر من هذه القوائم. أنا أطالب التنفيذي باحترام خيار القواعد واحترام أيضا فوز مكينة منظومة الترويكا في المنافسة. ماذا يحدث داخل النهضة عبد الحميد جلاصي؟ يحدث عن انتخابات داخلية، استقالات واتهامات ليك وأنك قد تكون عامل نصبة داخل الحركة. هذا لا هذا مش اتهام، هذا حساب خاص ولا عبد الحميد. لا هذا مش اتهام، هذا صارت انتخابات داخلية فحاجة كبيرة بالنسبة للأحزاب السياسية في البلاد، فالهنات نتاعها اللي موجودة، ثم ساعات مجموعة من الشباب ومحمد معناها ساعات في الإعلام مكبرينه برشا معناها هو معناها واحد شاب معناها حتى الصفة القيادية ساعات ياخذها بنوع من الافتكاك ربما تجرح شوية، كان ينتظر منا في نتائج خير من هذا، عبر بالطريقه هذه باش نقول للناس كل اللي كان في البلاد ما عنديش مكينه
لكن هو تنظيم الحركه انا من الناس اللي ساهمت فيه، دونك مانيش مضطر باش نعمل انتصاب الحساب الخاص، نخدم من خلال الاليات معناها نتاع الحركه. وما عنديش مزلنا للاسف الشديد ما وصلناش، عندي مجموعه اراء وافكار نعبر عليها في الشباب راهو مهم برشا نعبر عليها في الصفحات الداخل الشباب. ما يفهم من تدوينه محمد غراد انك اليوم تقود في تيار رجعي داخل الحركه. شيء كان محمد غراد راهو يسيب لا لا ان كان لا 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 المحمد غراد، محمد غراد شاب لا يقل معناها مش حتى من الشباب المتميزين، برشا ناس متميزين اكثر منه، بقى يعمل معناها في برشا حس من هذا الموضوع الكل كي، وبقى ساعات سما شويه صناعه معناها فيسبوكي وكذا، وبقى للاسف الشديد في وقت من الاوقات ثم قياده نتاع حركه استعانت به وربما كبرت له شويه معناها راسه وكل شيء من هذا هو الموجود. هذا ما يكاد فما خلافات، فما صراع اجنحه اليوم داخل الحركه عبد الحميد الجراسي. يودي صراع اجنحه مع محمد غرادي هذيك معناها سي كوا معناها داير، ردوا بالكم ودخلوا للشاب معناتها تشوفوه في الحركه وتحدثنا قرن ونص، ثم تباينات، ثم حول إدارة الملف السياسي، حول الوضع الداخلي والانتقال القيادي، حول التموقع الاجتماعي، حول التموقع الثقافي، موجود الشيء هذا مازال ما تبلورش في شكل حساسيات أو طيارات، وبالتالي الناس اللي تقدمت الكل تقدمت بصفاتها الخاصة والشخصية، و النتائج نتاع الانتخابات تحتاج الى قراءه سياسيه حتى في داخل النهضه ذاتها تحتاج الى قراءه سياسيه. نعم بإيجاز لنا سؤال مباشر ونحبك تجاوب بطريقه مباشره، هل سيكون يوسف الشاهد او يمكن ان يكون يوسف الشاهد مرشح النهضه في الرئاسيات؟ من زاويه الامكان الرياضي نعم، من زاويه نجم يكون لا، بالنسبه لعبد الحميد الجلاسي نقول لا. بشكل عام علاش ممكن يكون مرشحكم؟ لا قلت من زاويه رياضيه، معناها مازلنا ما حسناش من داخلنا ولا من خارجنا. اذا كان من خارجنا مش يعني السيناريو ممكن وارد، يعني من زاويه رياضيه نعم. لو كانت تقول بالنسبه لعبد الحميد، انا في بالي سي يوسف هو معناها متموقع في الجهه في ضفه اخرى، ونحن ما نصورش يعني من انصار ترشيح راشد الغنوشي في الرئاسيه؟ من انصار ان ننظر الموضوع منه مليح في اطارنا ومن اعاده التموقع الاجتماعي بالنسبه لحركه النهضه. واضح، كل الشكر لك عبد الحميد الجلاسي القيادي في حزب حركه النهضه وصاحب النصبه داخل الحركه. مرحبا بك عبد الحميد الجلاسي، وسعداء دائما بحضورك معنا وتقبلك لاسئلتنا وحتى فدكتنا ساعات. كل الشكر لبولبابا سالم. هكا نكون وصلنا لختيمه هذا العدد من برنامج هنا تونس، غدوه يتجدد موعد كالعاده بارتين من نص النهار محمد اليوسفي وكامل الفريق يسلموا عليكم ويقولوا لكم ان شاء الله تونس.